الاهلي وسان داونز في نهائي مبكر في هذه البطوله، فرقتين طبعا كان عليهم ترشيحات كبيره جدا في الفتره الماضيه، مش بس حتى في هذه البطوله المستحدثه ولكن حتى على صعيد دوري ابطال افريقيا. رغم المستوى اللي بيقدمه سان داونز اللي ما قدرش بالمناسبه ان هو يحصل على اي بطوله في دوري ابطال افريقيا الا في مناسبه واحده، ولكن رغم كده فرقه عندها يعني اعداد قوي جدا من اللاعبين وعندها ايضا جهاز فني وعندهم سيستم واضح. ايا كان اللعيبه اللي بتاتي او بترحل بيظل سان داونز هي المدرسه اللي قادره تقدم كره قدم افريقيه مختلفه بالنسبه طبعا مقارنه بكل يعني المنطقه سواء من شمال القاره او حتى جنوبها. اسلام، بتشوف ازاي تاهل سان داونز تحديدا قبل ما نبدا نتكلم على النادي الاهلي؟ هاخد من كلامك يا غانم زي ما انت قلت، ده يعتبر نهائي مبكر. سان داونز يمكن الفريق اللي تقدر تقول ان هو اللي بيشارك الاهلي مثلا في صداره القاره دلوقتي، الاهلي باعتباره هو بطل افريقيا في النسخة الأخيرة والفريق الأكثر وصولا للنهائي في دوري أبطال أفريقيا. لكن الحقيقة سان داونز فريق فرض نفسه وفرض أسلوبه على القارة كلها في آخر كذا سنة. احنا بنتكلم في الأهلي في سان داونز ومعاهم الوداد المغربي، لكن سان داونز تجربته مختلفة. سان داونز الفريق اللي بيلعب بهوية مختلفة في القارة كلها، فريق مختلف تماما، عنده مجموعة من اللعيبة حتى من أمريكا اللاتينية لعيبة كويسة جدا زي أليندي أو زي سيرينو، فريق بيحب يلعب كورة باسلوب مختلف تماما. يمكن فريق بيبدا الهجمه من عند حارس المرمى، يبدا يتدرج بالكوره، عنده اساليب مختلفه تماما في الطلوع بالكوره. فريق قوي جدا يعاب عليه يعني في السنين اللي فاتت فكره ان هو مش فريق بيعرف يخلص الماتشات الكبيره، في النوك اوت مش افضل حاجه، دايما بنشوفه بيخرج من دوري ابطال افريقيا، ولكن في المجمل هو فريق من اقوى الفرق. حتى وهو عنده غيابات زي ما انت قلت هتلاقي الفريق نفس السيستم نفس الاسلوب، كلهم عارفين بيلعبوا ازاي، احنا بنطلع بالهجمه باسلوب معين. والحقيقه عنده اكتر من نقطه بيقدر يشتغل بيها. المدير الفني رولاني مكوينا شغال معاهم بقاله سنين الحقيقه، يعني كان فتره من الفترات شغال كمساعد لموسيماني وبعدين الراجل تولى المسؤوليه، وليهم صولات وجولات كتير قدام الانديه الافريقيه وتحديدا قدام النادي الاهلي في اخر كام سنه. فريق من الفرق اللي تحب تتفرج عليها، ولكن شفناه النهارده كمان في اختبار صعب جدا مع بيترو اتلتيكو، لانه لعب المباراه دي من الدقيقه الاولى وهو بيلعب ناقص، بيلعب ناقص من الدقيقة الأولى، فدي نقطة مهمة جدا. يعني النهاردة بتتكلم في فريق ناقص من الدقيقة الأولى ويقدر يسير الجيم كله 90 دقيقة، الحقيقة ما تشعرش بنسبة كبيرة يمكن غير على فترات الشوط الثاني ان هو ناقص. غير كده نفس السيستم، هبدأ بالهجمة من عند حارس المرمى هوصل بيها للجون، فالحقيقة ليهم أسلوب لعب يحترم يعني.